احنا شفنا انه الوضع القرية هون كتير اشي محزن، اشي بعرفش قديش بعد في منه بالدنيا، زي سجن متروك، سجن عادة عم تسجني ناس دفع مين، هون كمان سجنين اللي هم تركين. احنا انا كمركز لهذا المشروع بحس انه احنا واجبنا نيجي ونشتغل ونشوف ايش فيه هون، قديش ممكن نقدر نساعد. للأسف الوعي، فبتصور احنا واجبنا انه نرفع الوعي شعبنا للقضايا اللي احنا بنعيشها كشعب واحد، فبتأمل ان نكون احنا هاي بداية اليوم. بس ايش المشروع اللي نبين، يعني ايش المشاريع اللي بتفكروا تعملوها؟ المشروع اللي هون بلشوا في مشروع اقتصادي، رح يعملوا نساء اخذوا تدريب على مشروع التسويق، اللي هن رح يعملوا نبلش بمكابيس ومعجنات وكل هاي الاشياء، هيك بنعمل امل كبار. على صعيد القضائي رح نرفع من ناحية قانونية دولية، يعني اليوم في كمان قانون عالمي دولي بيحمي، فبتأمل كمان يكون في دور للمجموعة اللي ترفع، يعني على صعيد الاقتصادي وكمان. احنا المشكلة من 67 لحد الآن، أهم مشكلة بتواجهنا هي مشكلة البناء، كنا بنسميها البناء ممنوع، وهذا الحكي بتلاحظه من صورة أو من طبيعة البيوت الموجودة في القرية. يعني حتى البيوت الموجودة هي من قبل 67، وإذا كان في هناك إضافات فهي إضافات بدون ترخيص وفيها أوامر هدم. حتى ممنوع، أنا شايف حتى تزفيت الشوارع. الشارع هذا حاولنا مرتين نزفته، وبلشنا في الجزء اللي أنت شايفه هذا، بلشنا فيه وقفونا الارتباط الإسرائيلي للإدارة المدنية، ولحد الآن في محاولات. وعدونا احنا قدمنا قبل فترة عن طريق الارتباط الفلسطيني لتعبيد الشارع، وعدونا خيرا إن شاء الله. أهلنا بعد المرة الثانية احنا بنجيب تمويل من الدول المانحة وبتعبدش، هو الشارع الوحيد في القرية زي ما انت شايف، الشارع الوحيد مش غيره. بعض الفلسطيني والإسرائيلي وفي وعودات، لكن لحد الآن ما تنفذش. يعني عمليا بفصل القدس، احنا صفينا احنا وبنكسر داخل الجدار، وعمليا بفصل القدس عن محيطها. اه بس انتم منفصلين كمان عن بيتكسا، لانه هم عندهم بوابه بدك تلف لها عن طريق الجيب لبيتكسا كمان. من ناحيه السيارات مفصولين، بس بذا بدك من ناحيه مشي وشي ما فيش جدار. اما اذا بدك تروح سياره، يعني احنا بيتكسا كنا نروح عليها يعني في السيارة 5 دقائق، لأنه بيتكم أقرباء ونسب وقرايب. إحنا في بيتكسا كثير، يعني أنا من أصلها كسوانية. كنا لما ننزل على بيتكسا، يعني قبل أسبوع نزلنا على بيتكسا في حالة وفاة، يعني السيارة استحمت معنا ساعة بدل ما كانت تستحمل 5 دقائق. لفينا لما ننزل على بيتكسا هلا بنلف على الجيب وعبدو وبننزل على بيتكسا. ففي مرة من المرات كان في عرس في البلد، العرس كان لواحد أصلا يعني فنزلوا ناس في البطاطا، كنا ماشيين احنا نزلنا وصلنا البيت وتغدينا قبل يجوا اللي بدهم يجوا الباص. حسب قديش المسافه اولاد البلد عندنا في لحد الان، عندنا في اولاد البلد بدرسوا في بيتكسا. طبعا كان قريب من ناحيه مشي، من ناحيه ربع ساعه مشي ومواصلات 5 دقائق. بعدين وين بروح الطلاب؟ في غبالة وعلى الجيب وعلى مناطق مختلفة في ظل الحصار وفي ظل المواصلات الصعبة، وأيضا هاي تكلفة على الأهل الأهالي إنه الأطفال يطلعوا من هون صيف شتاء على قرى أخرى. ثانيا يعني تكلفة مالية، بالإضافة إنها يعني ما فيش أصلا ما في عمل. يعني إحنا الآن 90% من الشباب بيعانوا من البطالة، شباب وصبايا، يعني إحنا حتى خريجين وما لهم عمل. وبالتالي ايش عدد السكان؟ 200 مثلا؟ 250. يعني احنا ايش اللي بعد بين هون للجيب او بيننا بلا كم كيلو متر؟ يعني 5 كيلو. وكيف بيوصلوا؟ يعني بروحوا مشي او حدا بياخذ سيارات؟ في باص، في باص الى القريه جبناها طبعا من رئاسه الوزراء، قدموا لنا ميني باص، لكن ساعات محدده ايضا، يعني انت مرتبط في الباص، والا كان قبل انه بدك طلب وتاكسي طلب ما حد بيقدر يطلع. احنا بناخذ الطلاب سعر رمزي، شكلين رايح جاي شكلين جاي. طبعا لو بنحكي عن مدرسه، يعني المفروض
صف واحد غرفة واحدة يعني احنا كمركز حاولنا نساعد في إقامة مكتبة يعني فيش محل نحط مكتبة. تعرف أخت وفاء احنا لما كان الله يرحمه أبو العبد فيصل حسيني جبنا كرفان هون كعيادة صحية وعلى عجلات يعني ضمن حتى القانون الإسرائيلي أنت ممنوع مثلا لأن هون مصنفينها أنه حديقة قومية بمعنى ممنوع البناء رغم ذلك المستوطنين بيسمحوا أن يعملوا كل شيء هلا كرفان على عجلات ما سمحونا النزلة ظنينا بالتفاوض حتى كان المحامي جواد بولس موجود من 7 صباحا للثلاث العصر وجبرونا أنه يعني أنه يطلع يغادر القرية يعني وبالتالي هم الهدف انه ممنوع تعيش لازم ترحل بشكل او اخر يعني كل المضايقات يعني هذا معناها يعني ابسط مقومات او حقوق الانسان منتهكة عندنا من البلد بتخفى على اي انسان يعني هاي قضايا فعلا زي ما تفضلت الاخت وفاء واخونا الاستاذ سامح وبالتعاون معنا احنا اثنين محامين ايضا ان قضيه البلد هاي لازم ترتفع لاعلى المستويات يعني احنا بدنا الاعلام والقانون الجانبين مع بعض يشتغلوا بشكل يعني منظم وحتى للنهايه بصراحه ايضا يعني بدات مصادرات الاراضي بكل اشكال التزييف والتلاعب اللي سيطروا على الاراضي كلها في ال 71 هدموا 90% من بيوت القريه اللي كانت محيطه في المسجد اصلا يعني احنا قريتنا قديش هدموا؟ حوالي 90% من البيوت يعني لانه بتعرفي ب 67 ناس تركت المنازل وفي قسم نزحوا للاردن وفي قسم في المدن المجاوره او القرى المجاوره حتى جوا البلد يعني في اختيار قبلناها بيتها كان لقدام وقالوا لنا كل احنا بيوتنا كلنا كل كنتوا بالشقه الثانيه وجيتوا يعني حتى معظم السكان البيوت مش بيوت يعني احنا كلنا بيوت غايبين يعني احنا ساكنين في بيوت مش لنا وهذه الخطه بدوها رحلونا من بيوتنا وجابونا لهون ودمروا هذيك البيوت كلها عرفت كيف؟ وبدات بعدها طبعا الاستيلاء زي ما حكينا على المسجد الاراضي ايضا مثلا بال 93 او بال 95 بداوا عمليه حفريات وحجه البحث عن الاثار لكن في الواقع دمروا اراضي زراعيه كمان محيطه بالمسجد وحجه الاثار سيطروا على كمان مساحات اخرى وصارت داخل الاشياء وممنوع تتصرف فيها هي الان احنا صفينا في معزل لحالنا يعني حتى ضمن قرى شمال غرب القدس احنا صفينا لحالنا محرومين من كل الخدمات طبعا من 67 مثل ما حكينا الشارع الوحيد من الجهتين عمليا من الجهه الاسرائيليه ومن الجانب الفلسطيني فيش خدمات وفي عندنا معبر واحد والمعبر زي ما حكينا لازم زي ما حكى اخي محمد انه لازم تتسجل يعني ما بيدخل عنه الا المسجل اسمه ورقم هويته ورقم بيته كمان هلا اي شخص ثاني يعني ابن اخوي مثلا ساكن في النبالة بده تنسيق بده التنسيق مرات بيسمح ومرات ما بيسمح حسب مزاج الارتباط ومرات حتى عندك تنسيق والجندي ما بيدخلك وحصلت معنا كثير ايضا حتى احتياجاتك الشخصيه للبيت يعني اللي بشكل يومي يعني انه مرات كثير بنعرف نقولها الان هم وعدوا انه في اشياء راح يقدموها او بعض التحسينات يعني لكن احنا نتمنى وبعتقدش منهم يصير شيء محمد مع بعض على اساس يعني نقدر نحافظ على ما تبقى من القريه ونقدر نحافظ على وجودنا وعلى بقائنا لانه يعني حربنا اللي هي بصراحه وببساطه وجود او لا وجود هاي هي القصه ماجدة بركات رئيسة جمعية بنات بلدنا من قرية النبي سمية المحاصرة كيف حاسة انه جيرانك يعني للأسف مستوطنين شو اجوا استحلوا هون والله شعور حزين يعني انه كيف انه يعني اليهود اجوا استحلونا وبضايقونا يعني في كل وقت وفي كل مكان بضايقونا فأكيد يعني شعور بكون ألبسة بعدي يعني. Thank you.